السلام عليكم، اخباركم ايه؟ الخلية اللي قدامنا دي كانت نقلتها مكان خلية ضعيفة وحطيتها هي مكان الخلية الضعيفة، فالنحل السارح اغلبيته راح للخلية الضعيفة دي وقواها. يعني هي دلوقتي انا فتحت الخلية اللي كانت ضعيفة لقيتها اتظبطت، بس النحل هنا في الخلية دي قل جامد. يعني هو كان تقريبا النحل اللي فيها يغطي 5 براويز، دلوقتي النحل اللي لقيته هنا في الخلية يعني تقريبا كده يغطي 3 براويز بس. فأنا أجيب لها برواز حضنة من خلية تانية وأدعم الخلية بيها. يعني هو يعتبر الحضنة قليلة جدا في الخلية دي دلوقتي. النحل السارح ما مشي من الخلية، النحل اللي هو الحاضن الصغير اتحول لنحل سارح، وفي جزء قليل من النحل فضل في قلب الخلية، فضل نحل حاضن زي ما هو. فهو الحضنة قلت وكمية النحل في الخلية قلت جامد. البرواز ده هو حضنة مفتوحة، ده أول برواز يعتبر فيه حضنة في الخلية. البرواز ده فيه حضنة اهو مغلقة، ما فيهوش ولا بيض ولا حضنة مفتوحة. والوش التاني برضو نفس النظام، حضنة مغلقة بس. والبرواز البرواز الأول ده فيه حضنة مغلقة. تقريبا الخلية طبعا ما فيهاش عسل غير كمية قليلة، فأنا البرواز اللي نقيته للخلية فيه كمية عسل كويسة وفيه حضنة برضه. وأنا هحط لها البرواز اللي هو الحضنة ده بإذن الله، والأسبوع اللي جاي هحط لها برواز تاني حضنة مغلقة برضه. هو البرواز ده أغلبيته حضنة مغلقة وفي رقات في حضنة مفتوحة بس مش كتير. وكده كده النحل بإذن الله هيقفل الحضنة اللي في قلب العيون دي، بس هو في كمية عسل كتير. يعني هي البراويز كانت متقسمة، يعني الحضنة كان في أول برواز اللي هو فيه حضنة مفتوحة، ده كان في أول الخلية من قدام. أنا جمعت البراويز اللي فيها حضنة وفيها نحل اللي عليها نحل كلها قدام، والباقي البراويز اللي فيها العسل سبتها بقى في آخر الخلية.